ايضا العام الماضي مع ايضا سيف وتاتي بثلاثة سيوف في رصيدها. تهانينا ايضا للشعار الاقتصادي، تهانينا لسعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري ولحمد بن حمدون المشيفري الوهيبي على هذا الفوز. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله مساكم جميعا بكل خير. نحييكم اجمل واطيب تحيه من ارضيه هذا الميدان، ميدان الوثبه عاصمه الميادين لسباقات الهجن في مساء السيوف، في مساء الملايين، في مساء الذهب والبنادق. ينطلق بحفظ من الله ورعايته شوطنا الرابع في تعداد هذه الأشواط. خصص هذا الشوط للزمول المحليات الأصايل، جازة الشوط بندق بالإضافة إلى المليون ونصف المليون درهم بالانتظار. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع في مساء الذهب، في مساء السيوف، يوم إذا تصفق الكفوف من ينال شرف الناموس. مقدمة الشوط والمركز الأول، من ياتي مع المقدمة النصر سالم بن أحمد بن دري الفلاحي الشبل، من يقدم النصر باحث عن الانتصار في هذا المساء. المركز الثاني، من ياتي ممتاز محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان، من يقدم لنا ممتاز مع المركز الثاني. انتقل مباشرة إلى المركز الثالث، ورا اللي وصل مرعي لسعيد بن أحمد بن دري الفلاحي، من يقدم هذا الاسم مع المركز الثالث. رابع المراكز اللي في المركز الرابع، العصوف حمد بن هيان بن سالم العامري، من يقدم لنا العصوف. انتقل مباشرة الى المركز الخامس، ورا من يتقدم في هذه اللحظات مع المركز الخامس، ياتينا خلدون لحمد بن هيان بن سالم العامري. هكذا النتيجة، هكذا النداء الاول لشوط المليون ونصف المليون، شوط البندق. لمن مشاهدينا الكرام، ما بين هؤلاء الشعارات، ما بين الزمول المحليات الأصايل، هجن الدار بالفعل في هذا الانطلاق، في هذا المسار، بندق ومليون ونصف المليون بالانتظار يا أخوان. السلام أين يتجه؟ التهاني في هذا الشوط، الكل يقدم، الكل عد العدة من أجل الفوز والناموس في هذا المهرجان الغالي في ختام الوثبة. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى النصر. النصر مع البداية ما زال مسيطر، تعود الملكية لسالم بن أحمد بن دري الفلاحي، من يتقدم بو حمد مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. يقدم لنا النصر في البداية والقيادة والريادة والصدارة. المركز الثاني، ممتاز ممتاز، تعود الملكية لصعب المضمرين، للصعب محمد بن سلطان بن مرخان، من يقدم لنا ممتاز. هنا مشاهدينا الكرام، هذا الاسم اللي مليء بالإنجاز، مليء بالفوز بالفعل، ممتاز. المركز الثالث، اللي في المركز الثالث، خلدون بن هيان يتقدم مباشرة ويحتل المركز الثالث. من يقدم خلدون؟ حمد بن هيان بن سالم العامري مع المركز الثالث. المركز الرابع، رابع المراكز، ينطلق مباشرة العاصوف لحمد بن هيان بن سالم العامري، من يقدم العاصوف ويقدم خلدون من أجل الفوز والناموس. طعمه غير في شوط المليوني، في شوط البندق. وصل نهم، وصل الزعيم محفوظ بن خميس بن علي لنيبي، يقدم لنا نهم، غير مباشرة واحتل المركز الرابع. المركز الخامس، من ياتي العصوف لحمد بن هيان العامري. هكذا النتيجة، هكذا النداء الثاني للخمس المراكز المتنافسة المنطلقة من أجل الفوز، من أجل حصد اللقب والناموس والانتصار في شوط الزمول. بنوك المستقبل، بنوك الانتاج، هجن الدار، المحليات الأصايل. نعود إلى النصر، النصر النصر هو ما زال مسيطر مع مقدمة الشوط ويقدم لنا الشبل. هنا سالم بن حمد بن دري الفلاحي في مقدمة الشوط مع المركز الأول، مع انتصاف المسافة 4 كيلومتر. انقضى مشاهدينا الكرام، ما تبقى إلا نصف
نصف المسافة، 8 كيلومتر ما تبقى إلا انتصاف المسافة، والنصر مع المقدمة، النصر مع المركز الأول. سالم بن أحمد بن دري الفلاحي يقترب ممتاز، يتقدم ممتاز بشعار الصعب. محمد بن سلطان بن مرخان من يقدم لنا ممتاز مع المركز الثاني. اللي في المركز الثالث يتقدم خلدون بن هيان، يبي الفوز والناموس، قدم لنا خلدون ويقدم لنا العاصوف. تعود الملكية لحمد بن هيان بن سالم العامري من يقدم هؤلاء الشعار، هؤلاء الأسامي الاثنين مع المركز الثالث ومع المركز الرابع. نهم خامسا، محفوظ من خميس، آلي نيبي يا سلام من يقدم نهم. هكذا النتيجة، هكذا النداء الثالث. شوط البندق يا أخوان، شوط المليوني ونصف المليون بالانتظار. هنا مشاهدين الكرام المنافسة ما بين هؤلاء الشعارات اللي صالت وقالت في عالم الإنجاز، في عالم هذه الرياضة وين الموقع. نقترب من جسر العبور، والنصر مع البداية، النصر مع مقدمة الشوط، مسيطر الفلاحي، مسيطر مع المقدمة، مع البداية، مع الصدارة. من يقدم سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، يتقدم الجميع ويقدم النصر. وموقعنا مع جسر العبور 3 كيلومتر، تتضح الأمور، تبين الخبور. أم بيول بالبندق يا أخوان، من بيول بالبندق في هذا الشوط المليوني، في هذا الشوط النخبة، النخبة من الزمول هجن الدار في موقع واحد. يا سلام، اقتربن الزمول من بعض على بعض من أجل المنافسة، من أجل الصراع والأقوياء والأبطال المشاركين في شوط نخبة من الزمول. المركز الثاني ممتاز بن مرخان، تعود الملكية لممتاز لمحمد بن سلطان بو سلطان الصعب من يقدم هذا الشعار مع المركز الثاني. المركز الثالث خلدون يتقدم، بن هيان حمد بن هيان بن سالم العامري من يقدم هذا الاسم. المركز الرابع نهم، محفوظ مخميس الهنيبي الزعيم يتقدم ويقدم نهم. المركز الخامس من ياتي مباشرة، العاصوف، تعود الملكية من يقدم العاصوف، حمد بن هيان بن سالم العامري. هكذا النتيجة، هكذا التجمع في موقع واحد. يا سلام، اختلطت الشعارات، اختلطت الشعارات في موقع واحد من أجل المنافسة والفوز ونيل اللقب. والبندق في الانتظار، والفلاحي ما زال هو مسيطر في مقدمة الشوط. سالم بن أحمد بن دري الفلاحي مع مقدمة الشوط، ولكن ممتاز، ممتاز يقترب، ممتاز الصعب يتقدم يرافق النصر مع البداية. من يقدم لنا محمد بن سلطان بن مرخان، الصعب، الصعب، الصعب غير إلى مقدمة الشوط. المركز الثاني نصر الفلاحي، هنا سالم بن أحمد بن دري الفلاحي. المركز الثالث غازي، وصل بن كليب، وصل بن كليب، وصل غازي. تعود الملكية لسيف بن علي بن راشد بن كليب القادم. وصلوا هالمرغم، وصلوا هالمرغم، وصل بو حمدان، وصل الواثق، وافي وانت وافي يا حمد بن راشد بن غدير الكتبي. أول إذا علي وافي يتقدم مباشرة مع المنعطف الأخير، المنحنى الأخير نهم. وهنا القادم أحلى من وصل، وصل بن عميرة، وصل غازي، سلطان بن حمد بن عمير الشامسي. هكذا النتيجة، ولع الشوط، ولع، ولع عن شوط الزمول، ولع ويحلو الرقص مع الكبار، يحلو الرقص مع الكبار. كيلو ونص الكيلو، كيلو ونص الكيلو عن البندق، عن الناموس. أهل مرغم بالفعل، أهل مرغم مع الصدارة، مع المقدمة بن مرخان وبن غدير. ممتاز، ممتاز، وانت ممتاز بالفعل. هنا مشاهدين الكرام مع مقدمة الشوط، مع المركز الأول محمد بن سلطان بن مرخان بو سلطان، يبي غادر بالشوط، يبي الفوز والناموس، يبي الانتصار، وليس بمستغرب على ممتاز، وليس بمستغرب على الإنجاز. راعي العوايد ما يخلي عوايده، راعي العوايد صاحب البندق في ميدان المرموم، وصاحب البندق في مهرجان زايد التراثي. هكذا النتيجة، ومهرجان السوان هكذا النتيجة، مهرجان سيدي أبو خالد. راعي العوايد، راعي العوايد ما يخلي عوايده، بنادق، بنادق، عديد من البنادق على ظهر ممتاز، عديد من البنادق على ظهر ممتاز. وافي، وافي،
الحميري اللي قادم، وصل شاهين محمد بن صالح الحميري، وصلكم الحميري قادم بكل قوة وبن كليب، ولكن ممتاز ممتاز ممتاز. الصعب الصعب في ركاب الصعايب، مرغم مرغم بن مرخان بن مرخان. الصعب بو سلطان يبي ساحة الأمان، يبي عوايده، يبي الإنجاز، يبي الفوز، يبي الانتصار. إن لم يكون وافي أهل مرغم، أهل مرغم مع البندق يتنافسون بن غدير بن مرخان، بن غدير بن مرخان. وافي أنت، وافي أنت، وافي وممتاز. الصعب يا سلام، الأمتار الأخيرة، الأمتار المجنونة، الناموس الناموس. مرغم ألوه مرغم، ألوه مرغم، مرحبا بمرغم. مرغم تنادي الناموس، تنادي البندق، تنادي الفوز والانتصار. ممتاز، ما فيها مان، ما فيها مان من بن مرخان، بن مرخان بن غدير بن غدير بن غدير بن غدير. الواثق وافي الدينمو، الدينمو بو سلطان الحميدي بن سالم العمري، سلمت يمينك. سلام مرغم سلام، ألوه مرغم ألوه، ألوه بن غدير على الفوز والانتصار والناموس مع البندق. سلام الدينمو سلام. المركز الثاني ممتازة، تعود الملكية لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان. المركز الثالث شاهين سيف بن علي بن راشد بن كليب. المركز الرابع شاهين لمحمد بن صالح بن علي الحميري. المركز الخامس، خامس المراكز همام عبيد بن مصبح بن عبيد العميمي. هكذا النتيجة، ولكن هل مرغم العوايد الهلها بالفعل بن غدير من نال شرف الناموس وهدها لمرغم هذا الانتصار. سلام بن غدير، سلام الواثق، والتهني لمحمد بن راشد بن غدير وسالم وعلي واخوانهم جميعا، والتهني للدينمو الحميدي بن سالم العمري. سلمة يمينك يا ابو سلطان، الفوز والانتصار، تهانينا والناموس التوقيت الزمني. 12 دقيقة 49 ثانية، 6 من الاجزاء. وافي وانت وافي يا بن غدير. حمد بن راشد بن حمد بن غدير لكتبه تهانينا والناموس. ممتاز، ثاني المراكز 12 دقيقة 50 ثانية، 3 من الأجزاء، تهانينا لمالكه. ممتاز محمد بن سلطان بن مرخان. المركز الثالث التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام، ثالث المراكز شاهين سيف بن علي بن راشد بن كليب، قطع المسافة في زمن وقدره 12 دقيقة 50 ثانية، 9 من الأجزاء. اللي في المركز الرابع كان من نصيب شاهين محمد بن صالح بن علي الحميري، وقطع المسافة في زمن وقدره مشاهدينا الكرام، التوقيت الزمني 12 دقيقة 53 ثانية، 7 من الأجزاء، تهانينا والناموس لمالك شاهين محمد بن صالح بن علي الحميري. المركز الخامس من وصل خامس المراكز همام عبيد بن مصبح بن عبيد العميمي، قطع المسافة في زمن وقدره 12 دقيقة 57 ثانية، واربعا من الاجزاء مشاهدينا الكرام. الكلمه والمايك يتجول ويتجه مباشره الى صوت الخليج، الزميل نايف بن سعود البلوي.